يعني دايما بنتكلم على قصة العادة وقصة الإدمان، فناس دايما تقول لك أصل التدخين ده عادة عادة، وفي ناس تقول لك لا أنت مدمن. يعني العاملين بالقطاع الطبي والصحي بيقولوا ده مدمن، لكن الناس العادية بيقولوا ده عادة، فهو عادة ولا إدمان؟ الحقيقة الموضوع مهم جدا، لان زي ما حضرتك قلت فكرة انه التدخين عادة ولا ادمان ده من اكتر المفاهيم الخاطئة اللي واصلة عند الناس المدخنين اللي احنا عايزين نصلحها. فعليا التدخين مرض، وهو بيعد من الامراض الادكتيف ديس اوردر، او الامراض الانواع من الامراض الادمانية. يعني التدخين ادمان مش عادة. العادة دي ايا كان ايا كان هنسميه ادمان. من سنة 1977 وكل الأنظمة الدولية اللي بتتكلم على تصنيفات الأمراض بتتكلم على إدمان التبغ على أنه درجة من درجات الإدمان. التعود على التبغ هو مرحلة من مراحل الوصول لمرحلة الإدمان عليه. فبالتالي أي مدخن لما بيبتدي يشرب سجاير، من أول لحظة بيبتدي يتعاطى أو بيبتدي ياخد مادة التبغ دي، من أول لحظة بتحصل حاجات كتير جدا بتخليه يتعود عليها، وتعوده ده أول خطوة في إدمانه للتبغ. يعني هو متعود، دي نقول عليها عادة؟ العادة هي المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى لإدمان على التبغ. دي ممكن تقعد قد إيه دي يا دكتورة؟ ما بنقدرش نحددها. ليه بقى؟ لأنه بتفرق من واحد لواحد على حسب الآتي. الفكرة في الإدمان على التبغ في الآتي: المادة اللي بيحصل عليها الإدمان اللي هي النيكوتين. النيكوتين ده بيعمل إيه؟ هو لما بيمتص عن طريق الرئة لما بيتم تدخينه بيتم امتصاصه بسرعة جدا، وهو من المواد اللي سهل جدا توصل للمخ. لما بيوصل المخ بيبتدي يشتغل على حاجة اسمها مركز المتعة أو المكافأة، الريورد سنتر. الريورد سنتر ده بيحصل فيه إيه؟ الدوبامين. والله احنا كان معانا صورة ممكن توضح لنا اللي حضرتك بتقوليه. في المخ زي ما حضرتك شايفة كده، حضرتك تشرح لنا عليها الكلام الكتير اللي انت قلتيه كده. تمام. الجزء اللي معمول باللون الموف ده ده مجموعه من الخلايا موجوده في المخ اسمها مركز المتعه او المكافاه. دي شغلتها، ربنا خلقها ان هي دورها انها تحسسني ان انا مبسوط، تحسسني ان انا مرتاح، تحسسني ان لو في حاجه مضايقاني ان انا تخلصت من الحاجه اللي مضايقاني. ايه المواد الكيميائيه اللي لما بتفرز في الخلايا دي او في المركز ده بتساعدني على الاحساس بالسعاده وبتحسسني على الاحساس بالمتعه؟ مواد كيميائيه كتير جدا، اشهرها واخطرها الماده اللي احنا قلنا عليها اللي اسمها الدوبامين. النيكوتين لما بيتم تناوله عن طريق التدخين بيمتص بسرعه جدا من الرئه وبيوصل للمخ، وبيبتدي يوصل عند مركز المتعه اللي احنا كنا شايفينه في الصوره ده. لما بيوصل عند مركز المتعه هو بيعمل نوع من الارتياح، هو بيعمل يعني طبعا بيشتغل على الجهاز العصبي المركزي والطرفي كمان، فبيعمل نوع من الريلاكسيشن شويه، بيحسن احيانا في البدايه زي ما كنا اتكلمنا في حلقات قبل كده مع حضرتك انه في البدايه ممكن يحسن شويه التركيز، يحسن الحاله المزاجيه اللي بيمر بيها الشخص اللي بيتناول التبغ ده. بيعمل ده ازاي؟ عن طريق انه بيزود الماده اللي اسمها الدوبامين. بمجرد ما الدوبامين ده بيزيد بتبتدي تحصل الاعراض اللي المدخن بيبتدي يقول عليها: انا لما بشرب السيجاره بحس اني مرتاح، بحس اني مبسوط، ابقى متوتر ومشدود من حاجه بشرب السيجاره بهدى، ابقى عندي مشكله وعايزه افكر فيها بحس اني لما بشرب السيجاره ابقى قادر اركز اكتر، قادر افكر اكتر، قادر اوصل لقرار احسن. وهنا يبتدي التعود على النيكوتين او على التبغ، انه بيبتدي تحصل حاجه في منتهى الخطوره اللي هي ايه؟ بيحصل حاجه بنسميها اعتماد نفسي على التبغ. ايه اللي بيحصل في حاله الاعتماد النفسي ده؟ انه الشخص اللي اتعود على انه ياخد التبغ لاي سبب من الاسباب اللي قلناها، عشان يركز اكتر، عشان يبقى مبسوط اكتر، عشان يرتاح من ازمه نفسيه او كذا، التعود ده بيبتدي يحوله لحد معتمد نفسيا على التبغ. تمام. علشان يبقى كده بقى اسمه مدمن، معتمد نفسيا، يبقى بدل في اعتماد يبقى مدمن. بالظبط زي ما حضرتك قلت بالظبط، السايكولوجيكال ديبندنس او الاعتماد النفسي ده هو الكور او كلمه السر في اي حاجه ادمانيه، وده اللي بيخلينا نقول انه التبغ زيه زي اي مواد ادمانيه هو مرض ادمان، مش مجرد تعود عليه، لانه في جزئيه السايكولوجيكال ديبندنس اللي بتحصل دي.